صباح الخير عليكم. اليوم النهار الاخير ديالنا في المغرب، حنا ان شاء الله غادي للمطار. المهم بديت لكم الفيديو من هنا، ما بغيتش نبدا لكم ديك اللقطات ديال الوداع، ما نكذبش عليكم تيدوزوا شويه قاصحين، ولكن اش غادي نديروا، هذه هي الحياه، ما كنقدروش نتفارقوا، خصوصا مع الوالدين كتكون شويه صعيبه، لهذا تجاوزتها. ما يكونش حتى الخاطر باش غادي تصوريها، بغيت كندوي معكم دابا غنبدا نبكي. المهم حنا يلا تحركنا دابا، حنا غادي للمطار نشاركوا معكم الاجواء ديال السفر ديالنا ان شاء الله حتى نوصلوا. غندوز لكم جاكوما. Ciao a tutti, oggi è una giornata un po' triste, si riparte. C'è il giulio, ma non dobbiamo dirci, c'è il giulio. Si vede anche dal tempo, vedete? Dobbiamo il giulio. Quindi anche il tempo è con noi. C'è il giulio, è il casino, ma quando ci sapro. Piange anche il tempo, è così. E va bene. Prima o poi tutte le cose finiscono, quindi bisogna ritornare a Bergamo, a casa. Safi, yalla khalliukum ma'ana tatawasslu inshaAllah al matar, wa tindukulu ma'akum al video, la tatawasslu al darna inshaAllah. Yalla, wajitukum mumtia. La natura è veramente bellissima. Tutto coltivato. هنا وصلنا لواحد البلاصه فيها شجر ديال الكاليبتوس، ها هو كيعرفوش وين نزل جاكوما هو مول الطاكسي، قلت لهم جبدوا ليا شويه، ها هما كيقطعوا فيه شويه. خويا هشام باستا، ما كاينش لو سباسيو. بارك اخويا، ما عنديش لي سباس. باستا جاكومو. بيكولا برا كويستو. فا نينتي، با بيني. سامبري اوكاليبتو. شتي يا نادر، ما عنديش لا سباس. اوكي. Vuoi andare davanti? Aspetta un attimo, sì. Dice? Falli a fuori, amici. Aspetta, aspetta. Vai davanti. Ah, già freddo. No. Ah, ecco. Che è successo? Credevo che avevo perso la cosa, no? Perché non sapevo il dirt, ma non sapevo il dirt. Cosa hai perso? Credevo che avevo perso la cosa. Ah, non sapevo il dirt che meno. Comendo, sono a casa. Intanto Mina seziona le foglie una per una, così toglie i rami che pesano, perché qui i bagagli non finiscono mai. Tanta nebbia, nebbia. Baba. Mamma mia. Il tempo proprio è tristissimo perché ce ne andiamo via noi. ولكن من بعيد. Questa montagna che sono. Sì.
مزلع ها هو الشجر ديالو كاع الطريق كله توتو نوفو بحال والو تكون شي متتبعه ساكنه هنايا راكو الكونه كي تي ساغو جاكومو يابيتا كوا سي سي غنشوفو يلا اللي ساكنه في خريبكا ولا عندها شي حد في خريبكا الفامي ديالها كتعرف الديور هنايا فين ساكنين ما تنساش تقولها لينا في التعاليق تقول لينا اش من دقيقه فين شافت الدار ديالها ولا الدار ديال دوك الناس اللي كتعرف العسير اخويا بغيت نضرب حسابي انا دابا 3000 ورياك 3 تغريق لعب ولكن راه خصنا 12 كان ثلاثة قسم تاع الدقة ثلاثة كتبي لي 12 وحدة يمكن في الموت خاصني يكون تم لا هي الوحدة خصني قبل من الوحدة ولكن دابا تكون 12 ان شاء الله 12 وشي شوية 12 ان شاء الله ما كاتبين وصافي ماشي غادي هي كانت كاينة راه كاينين الناس هادي الصف قبل لا تيقول لك ساعتين كانت في اللوب ما كانت كوفيد كانت ساعتين قبل خصني في المطار دابا زادوا ثلاثة السوايع يكون واحد يبقى يسول يبقى الروطار يبقى ريبيل جديد لوطوروت تنزيد على هذيك 1500 ولكن يخ ولكن دير التيسير غير بالمية سير تي بالمية كاينة 120 دير تي 100 وسير ومية مزيانة ماشي اليز مرتاحة غادي مقاد بخير ما كاين تي البري نوفي توتي البري نوفي سونو كويستي بالمي بالمي زين مخال جديد يلا دايرينو مكانش هذاك المخال لا المخال لا كاين بركي لي كيودونو ليستريميتا هو اصلا صغير يوجد الكبير اوكي لا تانتو كي ستا كوا سولو كي دي اوريجيني بيكولي نون سونو التي بركي لي كيودونو كوزي سولو ما تعرفش رابطين رابطين باش يطلع هو تي تيفرد تيخليوه يطلع بين ما ناضو وحدين اخرين هكا دوك البدر غيغيروا بحال غادي يبدا يدير بحال الشارع تيكون عامر ولا راه الحجر كنت ندوزينو لا 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 ما وقفت اسوق Sembra Corib, eh? Sì. Ah, è grande come posto. Sì, sì, è grande. Tutto giallo, tutto verde. Harra, harra, passami le mani. Bello. Siamo arrivati.
أينو بورتو ما شو اسمه لا راح اختصر الدب هذا بالطورو ترى مسربية ثلاثة وكين في إحداها بلاصة الشحن ومن وراء في بلاصة داكشي دبلي مارشونديز في بلاصة تيجو الموتى في دابا كنتسناو غن توصل النوبة شيها اللي كيعبروا الباجاج وداك الشيء حنا غادي نمشي نعبروا ان شاء الله يدوز كل شيء بخير بقى مخلوعه زيدين عندي واحد جوج كيلو بقى مخلوعه عليا ان شاء الله يدوز كل شيء بخير هنا صافي ملي كيتعبر الباجاج تتحيدي كل شيء عليك عاد كتقولي الحمد لله صافي تترتاحي المهم زيدين عندي 3 كيلو ونص وهذيك البنت قالت لي غادي تخلصي غير جوج كيلو بقيت معها ما بقيت مع والو قالت لا ضروري غتخلصي واحد 200 درهم المهم خلصت 200 درهم صافي وحنا نزيدو عطاتني التوصيل عليها وحنا نزيدو وصافي حنا دابا في الطياره ركبنا في الطياره كيف ما كتشوفوا معايا جانو الجوع مع الطياره دارت ديبار مع شي 3 و 4 3 واخا عندنا في البيي مع 3 و 25 ولكن دارت الديبار شويه قبل صافي وجانا الجوع لان من الفطور فطرنا بكري نضنا بكري لان خرجنا من الدار مع 9 ديال الصباح وحنايا دابا جانا الجوع امي مسكينه الله يطول في عمرها جنات لينا في الليل الخبز ديال الدار ها هو شتو معنا شتو واحد جوج خبيزات صافي وجبنا معنا غير البنان وكاينه البقوله ولكن ما فيها ما يبقى يجبد فيها من الباليزه ونديرو كاسكروت ولا شي حاجه ما صايبناهمش في الدار صافي وقدرت غير جوج كاسكروطات بالبنان كيف ما كتشوفوا معايا عمرت الجاكوم وخبيز درت فيه بنانه وانا والله ما نكذب عليكم واحد البنه واش مع الجوع واش اشنو المهم جا داك كاسكروط واعر ما نعاودش لكم جا بنين بزاف وغادي نجاوب الاخوات اللي كيسولوني قالوا لي واش درتو شي تيست ولا شي حاجه طامبوني قبل ما تجيو من المغرب ما درنا حتى شي حاجه في المغرب حتى شي حاجه ما درناها حتى شي حاجه ما طلبوها لينا حتى شي حاجه ما كاينه عندنا في الوراق درنا التيست قبل ما نجيو في ايطاليا الا بغيتي تخرجي منها هو اللي كيطلبوا لك هذاك التيست صافي اما في بلايص ما عرفت لا كانوا دول اخرى كيطلبوه الله اعلم المهم بالنسبه لايطاليا حنا ما درناش في المغرب باش نخرجوا من المغرب ما درنا حتى شي حاجه ولكن ملي خرجنا من ايطاليا ضروري درناه يمكن اللي سامعه من اسبانيا كيديروه ملي كيمشيو من المغرب كيديروه وكيديروه ملي كيكونوا عاوتاني خارجين من اسبانيا جوج مرات حنا لا صحاب ايطاليا كيديروها ملي كتكوني خارجه من ايطاليا صافي هو اللي كيطلبوا لك ما المغرب ما تتكوني خارجه منه ما كيطلبوهش لك المهم صافي كيف ما كتشوفوا معنا هنايا من بعد ما كملنا هذيك البنانه عاوتاني كناكلو في الليمون ديال اختي مريم شانيل الله يقوي خيرها جبناها من الفيرما بيو طبيعي هنا صافي سالينا الماكله وحنا نعسو صافي نعسنا وجاكمو هاد التليفون مقابلو معاه فداك السيلفي بقى كيصور تي والله الا راه صور مع تقريبا شي نص ساعه ولا اكثر هو كيصور غير اختصرت خليت لكم غير هاد شويه وكينعس مع نعاس غدروا نعس كيتزدح لي راسو مع هذيك وتيكون شفتوا هذاك الشيء اللي مصور والله حتى كتبقاو تضحكوا المهم بغيت غنوري لكم راه من بعد راه نعسنا واحد شويه وصافي خديت لكم لقطات من هذاك الفيديو اللي صور هو وصافي والله الا دار واحد نص ساعه ولا اكثر وغا كلها غزديح راسو كيتزدح كيدور هك ويدور هك مشى نعس وانا ما حسيتش بيه صراحه كنت ناعسه ما عرفتوش شنو كيدير كاع ملي لقيتو مصور هذه اللقطه وانا نهز منها شويه هنا ما تقولوا وصلنا للمدينه ديالنا ما قربنا مابقاش بزاف قال لي غتنزل انا نوري لكم عاود ها هي تقريبا المدينه ديالنا هي هذه كتبان من الفوق دابا صافي الطياره غادي تبدا تنزل ها هي صافي دابا وقال لي والو غادي تهبط دابا فوق كواسي كواسي باي باي لقد نزلنا بسلامة إلى حمل سلسلة وصلة إلى أرضية مطار بيرغامو الدولي حتى التوقيت ناشئ إلى الساعة 6 مساء وعشر دقائق تبلغ درجة الحرارة الخارجية زائد 9 درجة مئوية الرجاء منكم البقاء جالسين في مقاعدكم وأحذرتكم مربوطة حتى الوقوف التام للطائرة وانتفاء تعليمات السلامة المنيرة Gracias.
با نيانتي كتجولك تقول لي عندي هنا كيف ما شفتوا صافي وصلنا درنا الاجراءات ديال الديوانه وكل شيء خرجنا. جاكمو كيهز في الباليزات ويصيب واحده مهرسه محيده ليها الرجل ديالها ما كايناش ديك الرويضه صافي. وحنا نمشيو لواحد المكتب هنايا باش حتى شي واحد لو وقعت ليه هكا تكسرات ليه باليزات هرسات ولا تقسمات خصوصا الا كانت شي ماركه زوينه. مشى لعند البيرو ديالهم ديال لاسيرونس وقال لي راه تهرسات لينا الباليزه ها هي ما عندهاش رويضه كاع ما لقيناهاش كيف ما كتشوفوا ومهرسه واحد شويه من حدا اليد من الفوق شويه ماشي بزاف ورغم ان درنا ليهم هذاك السلوفان. المهم عمر كاع داك الاجراءات تما في داك المكتب عطاهم السميه وديك الوريقه ديال الطياره اللي فيها الرقم باش كديروا سميتو. المهم ديك الوريقه الصغيره اللي فيها الرقم ديال البلاصه ديالكم هذوك ما تضيعوهاش لان طلبها لينا وهذيك التيكيته اللي كتكون لاصقه في سميتها في الباليزه هذوك ضروري تخليوهم معكم ما تلفوهمش. المهم طلبهم لينا وعمرهم وقال لنا تصيفطوا الايميل لهاد البلاصه انترو ساتي جورني يعني قبل 7 ايام صافي. وكان هذا هو الشكل النهائي ديال الفيديو ديالنا راه وصلنا للدار. انا كنوري لكم كنت ندير الفيديو مزيان حليت الشنطه غاديك اللي فيها الماكله وداك الشيء هما اللي حليت انا عيانه صافي كحليت هذاك الشيء مشيت طحت مع 8:30 ديال العشيه تقريبا مشيت نعست ما بقيتش زيد تعاودها. جاكمو بقى هو اللي تعشى كلا شويه ديال البقيله وداك الشيء وانا يمشي طحت قلت ليه ما باغا لا ناكل لا نشرب لا حتى شي حاجه باغا نرتاح لان جيت عيانه عيطت غير لامي وعيطت للصديقات ديالي اللي بقاو مشوشين عليا قال لي كيسولوا قلت لهم راني وصلت بخير صافي مشيت لبلاصتي ما بقيتش عقلت على راسي حتى الغد ليه صافي. غدا ان شاء الله وغادي نشارك معكم الاجواء شنو داك الشيء اللي جبنا وكيفاش غادي نوري لكم كاع داكشي اللي كاين الغداء وان شاء الله. وصافي هاد غير الكاليبتوس داك اللي كنت جبت خواه جاكمو ما عطيتوش شي وحدين دارهم في جيبو وهذا الشيء هنايا داك سميتو ديال الشعر الزاز داكشي اللي عرفتو يخسر كلشي حليتو حطيته فوق الطابله خليته وهذه غادي كمري وتا هي حطيتها هنايا وداك الشوفان كاع داكشي اللي كان باين في هذيك البويليزه الصغيره اللي عرفتو كما قلت لكم يخسر حيدته. يلا شكرا لكم على المتابعه والى فيديو قادم ان شاء الله. بغينا نشاركوا معكم الاجواء ديالنا من الدار ديال المغرب حتى للدار ديال ايطاليا ومع السلامه الى فيديو قادم ان شاء الله غادي نوري لكم كلشي.